خسّة. اي والله يا سوس، ورقة خسّة. قولي على الكسرة إن شاء الله. لك أنا بعرف الواحد إذا حبوا عشاء بيهدي طابة، كرة قدم، جرابات، صورة لشي لاعب. إيه بس مو مخسّة. اي شو بيعرفني؟ هلا المهم أنا شو أعمل؟ تقلي حالك، تقلي حالك. والله عم باكل مثل الوحوش. قولي على الجبة، مو هيك التتقيل. شوفي حالك عليه، تبروزي. كيف يعني؟ يعني إذا اتصل فيكي بهدلي، عايتي عليه. ما بدي، بركي زعل وراح. بيرجع. بركي ما رجع. إذا ما رجع، وقتها لكل حادث حديث، خلصينا بقى من هالقصة، اشتغلي، اشتغلي. كم تلطيشة صاروا؟ 6211 معلم. 200 وإجا عودي على قامتي. إن شاء الله بيقبرني الأسود مع البكلي. في مجال نقعد على خصلك شكلي؟ شكلي؟ معلم ليش يعني أنا عم بكتبه؟ عم فكر ساوي ديوان. ديوان هيك ومشرى وياسمين ونزرع وكذا. وهذا الديوان بدي سميه تلطيش أبو ليلى المأهول عبر الزمن والعصور. حلو. لكن مشان هي الأجيال النازلة لتحت. طيب ربي عمر. لا قديش بدك توصل يعني؟ وين راح توصل فيهم؟ والله لم افكر. اذا سلمونا يا هني على البياض نحن بنكمل السواد كلياته. لكن شو بدنا نساوي؟ ربي عمر يا عمي، بنكمل السواد. هو صاير فوق بالجبل. والله احمد اخذ ايام يا الاصفر بالزه دي راجع له. جابير. ايوه يا روح. تعال لك تعال، انا راح انام لي شوي بس خلص السياره صفها هون بالفيق. ولا تفيقني انا في لحالي. لعيونك سياره خالصه مو صفيان لغير بلور. نام حبيبي نام. حاول تشتغل بدون صوت ايه مشان ما تزعجني. لا يكون لك فكره. بحري يا سما، تعز يا سما. شو ابو جانتي؟ كنت جبنا معك فرخ فرخين. فرخ شو؟ فرخ شو يعني؟ فرخ سما بحري مو نهري. يفضح حريش قلبه. شلون عرفها؟ لك انا جابر ضد المي مو ضد السما. كلب سلاقي ما جابها هي. لك سمسمي، ليش بتتصرفي هيك لحالك؟ لك اعطيني خبر، كيف بتخلي سعاد تروح بلا غدا؟ خلص امي بترجع بترجع. بعدين بيني وبينك انا قلت لها تروح. لك عيب؟ قلت لها انه انا وياكي نازلين على السوق. شوف على الحكي، ما حدا خبرني. ايه ستي بدر الدجا، شو بدنا نعمل بالسوق؟ امي بتجيب شويه اغراض بعدين بعزبك على بوزن عند بكداش، وبعدين بنمرق عند ابو ليلى وبنحاسبه بالاغراض اللي بعتنا اياهم امبارح. مو حلوه امي، شو رايك؟ قولتك بس منروح منجي قبل ما يجي ابو جانتي على الغدا. ها قومي البسي. ايه قومي تحركي انت. تري لك الله يخلينا ياك يا رب. ايه هات ايدك. تقبر يا قلبي. تقبرني بطلة الجمهورية بالزلغية. وراني